مزيد من المتابعة معانا على التليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. حضرتك كنت معانا في مداخلة من أيام وقلت إن مفيش أي زيادات هتطرأ على أسعار الأدوية، دلوقتي الكلام مختلف لأن اللجنة من المنتظر إنها ترفع أسعار أصناف دوائية، صحيح إن في أصناف ممكن إن هي تقلل أسعارها لأن هي أزيد من قيمتها الحقيقية، لكن كمان في أسعار تانية هتزيد، إحنا ما بنتكلمش عن 10 أو 15 صنف دوائي، إحنا بنتكلم عن 4 ل 5000. لا يا فندم، أنا عندي كلامي، أنا قلت إنه لا نية لرفع اسعار الدواء، وبقول مره ثانيه لا نية لرفع اسعار الدواء. اللجنه اللي اتشكلت دي اتشكلت بهدف ان احنا كان عندنا بعض الادويه مسعره من الثمانينات ومن التسعينات، والادويه دي اسعارها يعني في تشوهات، في فروق كبيره جدا. بمعنى ايه التشوهات دي؟ خلينا اوضحها لحضرتك بشكل اكبر، ان في دواء الدواء الرئيسي والدواء المثيل له. الدواء المثيل له ممكن يبقى اغلى من الدواء الاساسي، وده طبعا دي حاجه نتجت عن الوقت ان الادويه دي اتسعرت من منذ اعوام طويله جدا، وبالتالي المثيل زاد سعره والدواء الاساسي فضل سعره زي ما هو. فده طبعا عشان كده قلنا ان في بعض ادويه سعرها هينزل عشان هذا السبب. فاللجنه اللي اتشكلت دي اللي هي القضاء، هدفها القضاء على التشوهات السعريه، هي دي الحته اللي زي ما نقول كده، خلينا نقول باللغه الدارجه نوصل للمواطنين، هي دي الحته اللي احنا بنلعب فيها فقط لا غير، ان احنا لو في دواء مثيله اغلى منه ده كلام ما ينفعش، ده كلام لا صح، دايما مثيل للدواء بيبقى اقل منه في السعر. دي حاجه. طيب يبقى في الحاله دي يبقى احنا هنقلل سعر المثيل مش هنزود سعر الاساسي. بالظبط كده، هنقلل سعر المثيل. طيب والاساسي؟ عشان كده قلنا ان في ادويه كثيره جدا سعرها ممكن يقل. وبرضه خليني اقول احنا مش عايزين نقول اعداد ولا اصناف ولا الا لما اللجنه اللي تم تشكيلها من السيد الوزير ترفع لي السيد الوزير التقرير النهائي، وبعد كده هنقول لحضراتكم بالظبط فعليا ايه راي اللجنه بعد ده. معناه ان اسعار الادويه هيزيد، هيرتفع بعض الادويه اسعارها هيرتفع؟ لا ان شاء الله ما فيش ادويه هترتفع، لانه احنا يعني رفعنا سعر الادويه مرتين وما فيش نيه عندنا ان احنا نرفع سعر الادويه تاني. احنا كنا بنرفعها مضطرين بعد تحرير سعر الصرف، وبعد ان في شركات كتير الحقيقه ما كانش عندها الانتاج، وفي خطوط انتاج توقفت والسوق اصبح يعني محروم والمريض اصبح في خطر. الحمد لله احنا تجاوزنا هذه المرحله في بالذات خاصه في الامراض المزمنه والامراض المنقذه، لادويه الامراض المنقذه للحياه. فالحمد لله احنا الازمه دي تجاوزناها تماما، والمتبقي عندنا هو مجرد تظبيطات سعريه لبعض الادويه اللي حدثت لها تشوهات بسبب طول الفتره. والحقيقه ده برضو يمكن اعلنه السيد الوزير في المؤتمر الصحفي اللي عقده بالامس من داخل الاداره المركزيه لشؤون الصيدله، واللي كان هدفه الرئيسي طفره في قطاع الدواء في مصر ان شاء الله اعتبارا من 1 اكتوبر. كل المنظومه منظومه قطاع الدواء في مصر هتبقى منظومه مميكنه، هيتم التحقيق الالكتروني، هينتهي العمل الورقي تماما في قطاع الدواء في مصر. تمام. والحقيقه ده خليني اقول لحضرتك ان ده هيساعدنا كتير قوي ان احنا نسجل ادويه بسرعه، ان احنا ننتهي من التسعير بسرعه، ان احنا ندخل اصناف كتير من الادويه مصر، ان احنا نجد عمله صعبه، نوفر عمله صعبه، نوفر قوه بشريه اللي كان بيعتمد عليها بشكل كبير منظومه قطاع الدواء، كانت بتعتمد على قوه بشريه كتير قوي، وده كان بيدي فرصه اكبر للتلاعب. بعض النظام الالكتروني الجديد اللي هيطبق من 1/10 حتى التلاعب هنقلل فرصته جدا جدا جدا، يكاد يكون هينتهي بسبب اتباع المنظومه الالكترونيه، وبسبب وجود لاول مره في مصر قاعده بيانات الادويه. قاعده البيانات دي انا بعرف منها كل الادويه اللي عندي مسجله ومتداوله في السوق. طيب. وبعرف منها كل المصانع، ال 152 مصنع اللي عندي داخل مصر، كل ولو في اي نواقص في الادويه ايضا بكل التفاصيل. انا اتواصل طبعا مع حضرتك علشان المزيد من التفاصيل بشان هذا المشروع. بنشكرك دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه.